قبل شهر تقريبا في رساله في زياره هي الاولى لرئيس المخابرات المصريه اللواء عباس كامل بعد تولي القياده الامريكيه الجديده باداره جو بايدن، البعض راى ان هذه الزياره كانت وفقت او كما قال الاعلام المصري من اجل المشاركه باخر المعلومات حول ملف المصالحه. خصوصا وان الزياره التي كانت قبلها لعباس كامل كانت لقطاع غزه والتقى فيها بالسيد يحيى السنوار رئيس حركه حماس في غزه. البعض ايضا قال على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام المصري وفي البيانات الرسميه للحكومه المصريه ان هذه الزياره كانت للتباحث حول ملف سد النهضه ومحاوله الحصول على الدعم الامريكي في هذا الملف قبل الذهاب الى المحفل الدولي، كانوا بيتكلموا بطبيعه الحال عن جلسه مجلس الامن التي كانت قبل ايام. لكن خلال الساعات الماضيه المجله الامريكيه بوليتيكو كشفت حقيقه جديده وفضيحه جديده شابت او صاحبت زياره عباس كامل للولايات المتحده الامريكيه وهي المطالبه مطالبه جو بايدن وصانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بسجن الناشط المصري محمد صلاح سلطان مدى الحياة عباس كامل طلب واشنطن بسجن محمد سلطان مدى الحياة قال عباس كامل في أحد اللقاءات مع بعض المسؤولين الأمريكان أنه بناء على اتفاق كان بين المخابرات المصرية والدولة المصرية والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يقتضي ترامب اسف يقتضي بحبس الناشط محمد صلاح سلطان فور تسليمه للولايات المتحده الامريكيه تنفيذا لحكم بالمؤبد فيحبس محمد في امريكا مدى الحياه وقدم عباس كامل هذه الوثيقه للامريكان وهي محضر تسليم محكوم عليه بمناسبه وفقه السيد الرئيس رئيس الجمهوريه والسيد الاستاذ المستشار النائب العام على طلب السلطات الامريكيه نقل المحكوم عليه الامريكي جنسيه محمد سلطان الصادر ضد حكم بالسجن المؤبد في القضيه رقم كذا لعام 2014 شمال القاهره والمقيد برقم كذا حصر امن دول دوله عليا بتهمه الانضمام لجماعه الاخوان المسلمين نتشرف بالاحاطه انه قد تم تسليم المذكور بتاريخ 30/5/2015 بمطار القاهرة الدولي الى البعثة الامنيه الامريكيه المكونه من السيد فلان والسيد فلان لترحيله الى الولايات المتحده الامريكيه على الرحله رقم كذا للطيران والتي تغير تغادر القاهره في يوم كذا والمتجهه الى فرانكفورت ثم واشنطن مع التعهد باستكمال العقوبه بالسجن بالسجون الامريكيه هذا هو هذه الوثيقه اللي سلمها عباس كامل للولايات المتحده الامريكيه وتم التوقيع عليها في المطار من أحد أفراد البعثة الأمنية، راح عباس كامل مش عشان يحشد الدعم في ملف سد النهضة ولا يتحدث عن المصالحة أو وقف إطلاق النار في فلسطين، بل يطالب بحبس محمد سلطان في الولايات المتحدة الأمريكية، بطبيعة الحال الخبر تصدر الصحف الأمريكية صباح اليوم وتصدر أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي، محمد سلطان اللي كان محبوس قبل اعوام في السجون المصريه ايضا مازال والده الدكتور صلاح سلطان محبوس وبعض اقاربه بعد قضيه رفعها محمد سلطان ضد رئيس وزراء مصر السابق الببلاوي خلينا ناخد اول تعليق, تعليق من محمد سلطان على هذا الطلب محمد سلطان قال والله مسخره لا تليق بدوله بحجم مصر انا ما استاهلش الوقت اللي ضيعوه مع المسؤولين الامريكان في الحديث عني بدل من الحديث عن سد النهضه وحقوق المصريين المائيه اللي على وشك الضياع، أتمنى من المسؤولين أن تكون تحركاتهم الدبلوماسيه أكثر حرصا على شعبنا وأن يوفروا جهدهم لملف النيل الوجودي يقول محمد سلطان. الناشط أحمد البقر يقول عباس كامل مدير جهاز المخابرات المصري يسأل الأمريكان عن سبب بقاء محمد سلطان حر بغض النظر عن قضيه سد النهضه التي يجب على كل مسؤول مصري أن يهتم بها الآن. وان تكون كل الاتصالات مع كل الاطراف من اجلها، يتساءل البقري هل هذا السؤال منطقي؟ لماذا يبقى الانسان حرا؟ دكتور محمد الصغير ايضا يقول عباس كامل رئيس مخابرات مصر في زياره امريكا تحدث مع مسؤولين عن سبب عدم سجن الحقوقي محمد سلطان حسب الاتفاق الذي تم بموجبه الافراج عنه. هذا ما يشغل القيادات المصريه وانا على يقين من انهم لو تعاملوا مع ملف اثيوبيا بنفس اهتمامهم بامر المعارضين في الخارج لكانت مصر في حال افضل بكثير يقول دكتور محمد الصغير بهذه الطريقه وما زالت السخريه على مواقع التواصل الاجتماعي والاستغراب والاستهجان من طلب مصر الرسمي على لسان مدير المخابرات العامه المصريه من الدوله والنظام الامريكي حبس الناشط المصري محمد سلطان فقط حسب حسب ما قالوا انه كان هناك اتفاق مع الاداره الامريكيه السابقه بقياده ترامب على استكمال العقوبه عقوبه الحبس مدى الحياه على الاراضي الامريكيه، خبراء قالوا ان امريكا لم ولن تستجيب الى هذه المطالبات وسيبقى سلطان حرا وسيبقى ايضا شوكه في ظهر النظام المصري، مشاهدينا وصلنا لنهايه هذه الحلقه. اشوفكم الاسبوع الجاي على خير في حلقه جديده من شير الى اللقاء